اقتراح اسرائيلي مستهلك بيتم ترويجه من جديد بتسريبات استخباراتية اسرائيلية، ومصر تصف هذا الاقتراح بالسخيف. بالمقابل امريكا تتكتم على خسائر بشرية كبيرة بعد تعرض قواعدها لهجمات شرسة في العراق وسوريا. وبعيدا عن المقاومة وهجماتها على القواعد الامريكية، الجيش العراقي يتأهب لساعة الصفر المحتملة خلال الايام القادمة لتوسع الصراع العسكري في المنطقة، والخارجية الروسية تسرب معلومات عن مشاركة الناتو في حرب غزة، لتعترف امريكا بوجود طائرات لها في اجواء القطاع. إذن ما هي الوثيقة المسربة التي وصفتها مصر بالسخيفة؟ وما مصدر الأسلحة التي تستعملها المقاومة العراقية؟ وما حجم الخسائر التي طالت القوات الأمريكية؟ هذه الأسئلة سنجيب عليها في هذا الفيديو، خليكم معنا. البداية من نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، الذي صرح أن موسكو لا تستبعد تورط حلف الناتو في صراع الشرق الأوسط، وذلك بتلميح واضح إلى حرب غزة. طبعا روسيا ما بترميش أي تصريحات في الهواء، روسيا معها أقمار صناعية وقوة استخبارات عسكرية وكل شيء، روسيا ترصد كل شيء من بعيد وكأنها في قلب الحدث. أمريكا الآن في موقف محرج، لأن هناك بيان سابق للبنتاغون بأنها موجودة في حرب غزة ولكن بطيران سلمي، يعني بيقصدون معهم طائرات استطلاع ليست حربية، فقط هي للبحث عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة. إلى هنا حلو جميل تمام طيب ما مش مشكلة، قالوا معهم سلاح سلمي. طيب ليش البارجات وأطنان الأسلحة التي ترسل لإسرائيل وباعترافات رسمية أمريكية؟ ليش؟ لكل فعل ردة فعل، وجميعنا نعلم أن قوانين الفيزياء هي الأقرب لقوانين الحروب. وبعد أن ثبت تورط أمريكا في حرب غزة، هنا تأتي ردة الفعل من المقاومة العراقية التي نفذت عدة هجمات على القواعد الأمريكية بالبوم والطائرات المسيرة في العراق وسوريا. طبعا كلنا بنسمع أخبار أن هذه الهجمات ما فيش لها أي تأثير، وأنه بيتم إسقاط هذه الطائرات المسيرة واعتراض الصواريخ، لكن هناك ما أثبت عكس ذلك، وهي تصريحات لخبراء أمريكيين من ضمنهم لاري جونسون المنتمي سابقا للاستخبارات الأمريكية، والذي أكد تكبد الجيش الأمريكي لخسائر بشرية لكنهم لا يكشفون عنها وفق ما نشرته سبوتنيك. ما يطال القوات الأمريكية من خسائر هو بفعل الحرب على غزة. ما يثير الانتباه هو الكشف عن تحركات للجيش العراقي وإجرائه عملية استعدادات غير مسبوقة لحرب وشيكة في المنطقة، وهذا ما كشفه سالم الجميلي رئيس المخابرات العراقية إبان حكم حزب البعث من خلال تسريبه لوثائق زي ما بتشوفوها الآن. هذه هي الوثائق التي سربها الجميلي، وجاء فيها توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية باتخاذ إجراءات دفاعية استعدادا لحرب محتملة في المنطقة، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية المحترم، وبالنظر للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وما إلى ذلك من توجيهات بأنهم سيكون لهم إجراءات احترازية. الوثائق احتوت على 10 نقاط تفيد بإجراءات واسعة يتخذها الجيش العراقي. تسريبات الوثائق تؤشر أو أقصد تؤكد أن المنطقة ذاهبة للتغيير على خلفية الحرب في غزة. وفي إطار حديثنا عن الوثائق المسربة، سربت الاستخبارات الإسرائيلية وثيقة اقترحت نقل ملايين الفلسطينيين إلى وين؟ إلى شبه جزيرة سيناء في مصر، وفق ما ذكرته قناة CNN الأمريكية. المقترح ذكر أن الخطة هي الأفضل لأمن إسرائيل على المدى الطويل، يعني أهم شيء عندهم من؟ إسرائيل. طز في الأرض هذه كلها، أهم شيء أمن إسرائيل. ومن السخرية العجيبة أنه الوثيقة بتتكلم عن أيش؟ عن بناء خيام للفلسطينيين بيتصدقوا عليهم صدقة. صدقة! شفتوا إلى وين وصل الحال بالعرب؟ المقترح استفز مصر مرة أخرى بعد عرض سابق في نفس الإطار، ورفضها السيسي في حينها، قال لهم لا يمكن نقلهم إلى سيناء. ووزير الخارجية المصري سامح شكري وصف هذا المقترح بأنه مقترح سخيف. هناك إصرار عجيب على تهجير الفلسطينيين، وهذا مخطط قديم ضمن مخطط الشرق الأوسط الجديد، وهذا المخطط صرحت به كونداليزا رايز وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة على الملأ، وهذا المخطط يهدف إلى تقسيم جديد للدول العربية حتى المتحالفة مع أمريكا ضمن المخطط. هذا المخطط طبعا وضعه برنارد لويس. من هذا الشخص؟ وما هو المخطط؟ ولماذا تصر إسرائيل على تهجير الفلسطينيين إلى سيناء بالتحديد؟ إن شاء الله أنا أفرد لكم حلقة كاملة حول هذا الموضوع المهم والخطير.
قبل ما نختم حلقتنا اليوم ضروري نعرج ونمر على آخر المواقف العربية. طبعا كان هناك اجتماع في العاصمة الأردنية عمان، ضم وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر وقطر وفلسطين والأردن مع من؟ مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. كان هدف الاجتماع أنه يتم إيقاف الحرب على غزة ويتم إدخال المساعدات الإنسانية. طبعا المجتمعين وصلوا رسالة لبلينكن، قالوا له أنه لابد بأن يتم إيقاف الحرب وإيصال المساعدات إلى غزة. طيب إذا لم يتحقق ذلك، يعني إحنا نشي نعرف أش عتفعلوا؟ أكيد عتنددوا صح؟ أكيد هذا شيء أكيد، إحنا العرب ما معنا إلا التنديدات. برأيكم لماذا هذا الاجتماع لم يستطع الخروج بحل لتخفيف المعاناة على المدنيين في غزة؟ إجاباتكم مهمة جدا بالنسبة لنا، نتمنى أن توضعوها في التعليقات ونراكم في الحلقة القادمة.